جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي نسلط الضوء فيه على العديد من القضايا التي تخص المواطن. اليوم مشاهدينا الكرام ستكون حلقتنا حول المشاركة المجتمعية ودورها في إدارة الأزمات. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة من البلديات. تخرج دفعة من طلبة قسم الحقوق بجامعة بنغازي فرع المرج. قام قسم الحقوق بجامعة بنغازي فرع المرج بحفل تخرج طلبة القسم واجتياز من السنوات العلمية الأربعة بحضور أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلبة. وتخلل الحفل الذي نظم بقاعة دراسية بجامعة المرج كلمات ترحيب من الخريجين وكلمات أولياء الأمور، إلى جانب تجسيد الخريجين مشهدا للمرافعة في محكمة دستورية تطبيقا لما تلقاه الطلبة طيلة فترة الدراسة من علوم قانونية بقيادة المستشار المبروك الفاخري. وأكد المستشار المبروك الفاخري في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الطلاب تدربوا على كيفية تسيير المحكمة على مدى أسبوعين متواصلين رفقة أعضاء هيئة التدريس. وأوضح الفاخري أن المحكمة الدستورية تجسد للمرة الأولى على منصة تعليمية بكلية الحقوق فرع المرج. شركة الأنوار العالمية تسلم شهادات الرخصة الدولية التويك. وفي سياق متصل نظمت شركة الأنوار العالمية احتفالية لتوزيع شهادات التويك وهي الرخصة الدولية للغة الإنجليزية على المتدربين، حيث افتتحت الاحتفالية بكلمات ترحيبية. قدمت بعد ذلك الشهادات المعتمدة دوليا بحضور عدد من مسؤولي التربية والتعليم على مدينة المرج وعدد من أهالي المتدربين ولفيف من المهتمين والصحفيين. وقال هاني البركي مدير شركة الأنوار العالمية للتعليم أو لتعليم اللغات أن الشركة تعاونت مع قطاعات عامة وخاصة وقدمت أكثر من دورة مجانية لتشجيع الطلبة على الدراسة والاستفادة من إمكانيات الشركة. وأضاف البركي أن مؤسسة الأنوار تدعو كافة القطاعات العامة والخاصة للتعاون وتقديم الاستشارات في الرقي بمستوى التعليم وترسيخ ثقافة التدريب والتطوير في جميع المؤسسات. قبيلة العبيد تقدم الشكر والثناء لقبيلة المجابرة. قدمت قبيلة العبيد الشكر والتقدير والثناء لقبيلة المجابرة عامة وأهالي جالو خاصة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتؤكد على إنجاح الملتقى الأول لقبائل الجبارنة والذي يعتبر نجاحا منقطع النظير لبرقة وكافة ربوع الوطن. الشيخ موسى برقيعة أحد مشايخ قبيلة العبيد والذي كان أحد المشايخ المشاركين في الملتقى الأول لقبائل جبارنة بمدينة جالو، قال في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث أن الملتقى جمع قبائل المجابرة على الود والمحبة والإخاء، مؤكدا أنهم يدعمون الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا جميع القبائل عقد اجتماعات مماثلة من شأنها حل الخلافات وإنهاء الأزمة. انطلاق مهرجان السلام الليبي في القاهرة. انطلق في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد المهرجان الليبي للسلام الذي تشرف عليه جمعية ميلاد جديد الخيرية تحت شعار هويتنا ثقافتنا موروثنا يقرب المسافات. وقالت عائشة معتوق رئيسة جمعية بيت الأصيل وهي إحدى المشاركات في هذا المهرجان في تصريحات صحفية أن المهرجان يعتبر معرضا للتراث الليبي، يشارك فيه عدد من الجمعيات المعنية بالتراث من مختلف مناطق ليبيا لعرض الصناعات التقليدية الليبية والأكلات والعطور والسعفيات والزي الشعبي الليبي. وأضاف إبراهيم الغناي من شركة السعفة للصناعات التقليدية أن الافتتاح شهد حضور حشد من الجمهور، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعتبر دعوة إلى الليبيين المهجرين من أجل لم الشمل والتلاحم والترابط، كما أن العادات والتقاليد هي التي تجمع الليبيين وفرصة للقاء الأطفال الليبيين في مصر بهدف غرس التقاليد والعادات الواحدة في أنفسهم. الهلال الأحمر يشارك في إنقاذ مهاجراً أو 114 مهاجراً قرب سواحل ليبيا. قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي أنهم شاركوا في عملية إنقاذ 144 مهاجر قرب السواحل الليبية الأحد،
كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهما قبالة ميناء الخمس البحري، بينما قضي أحدهم غرقا. ذكر إعلامي الهلال الأحمر في الخمس فوزي عبد العالي أن فريقا من الفرع ساهم بمساعدة خفر السواحل في عملية الإنقاذ، كما قدم المساعدة الطبية والإنسانية الضرورية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى والجرحى إلى جانب الدعم النفسي لهم تخفيفا لمعاناتهم. وأكد أن المهاجرين يحملون الجنسية السنغالية والغينية. أصبحت الأزمة شبه معقدة، لا سيما الأزمة المحلية والاجتماعية والاقتصادية. تشكيل لجان لإدارة الأزمة سواء على المستوى المحلي أو العام للدولة زاد الوضع سوءا وعمق الأزمة. مشاهدينا، سنتحدث اليوم وبشكل مفصل حول المشاركة المجتمعية ودورها في إدارة الأزمات. نشاهد هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نسمة الشريف على خطة المركز الإعلامي أو المركز الليبي لإدارة الأزمات حول احتواء الأزمة، ومن ثم نعود للبدء في حلقة اليوم. ازدادت وتيرة الأزمات في ليبيا بشكل عام وعلى المستوى الخاص، تختلف من مكان لآخر، فهناك أزمات محلية وأخرى عامة. اللجان المشكلة محليا الخاصة بالأزمات في البلديات هي أساس الأزمة نفسها، تصرف لها الأموال وتسخر لها الإمكانيات ولكن دون جدوى. تظل هذه اللجان هي المشكلة وليس الحل. عدم القدرة على إدارة الأزمة بشكل عام يعمق الأزمة، بينما التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعال. المركز الليبي لإدارة الأزمات وضع خطة أكاديمية لجذور الصراع في ليبيا والآليات الدستورية لحلها، والتي تتمثل في السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. لخص المركز خلاصة دستورية مفادها استرداد الأموال العامة، إعادة الإعمار، البناء المؤسسي السليم، تكافؤ الفرص، حماية الحقوق في الحياة والسلامة والأمن والسكينة والكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة وحقوق الأجانب وحظر التهجير وحق النشر والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب. نسمة الشريف، ليبيا الحدث. للبدء في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فقرة ضيف وملف. أرحب بضيفي في الاستوديو المهندس أشرف القطعاني، مستشار في إدارة الأزمات. أهلا بك باش مهندس. أهلا بك وأهلا بقناتكم، أشكر حسن استضافتكم وأتمنى أن نكون مفيدين في هذه الحلقة إن شاء الله. أيضا عبر الأقمار الصناعية أرحب بالمهندس سلامة حبيل، عضو لجنة التنسيق والتواصل بالمجلس الأعلى للمصالحة. أهلا وسهلا بك مهندس سلامة. سعدت مساء ومرحبا بكم، وتحياتي لقناة الحدث ومواكبة الأحداث، ونشكركم على الاستضافة وبارك الله فيكم، إن شاء الله نكون عند حسن الظن. أهلا وسهلا بك. في البداية مهندس أشرف، يعني اليوم سنتحدث على المشاركة المجتمعية ودورها في إدارة الأزمات. في البداية نحتاج لتعريف للمشاركة المجتمعية أو ما هو مفهومها. في البداية يعني مصطلح المشاركة المجتمعية مصطلح جديد أو حديث الولادة، لم نكن نعرف هذا المصطلح تحديدا، لكن نبحث عن مفهوم هذا المصطلح. هو باختصار هو إسهام المواطن العادي في تطوعا بعمل تطوعي أو عمل خدمي من أجل تقديم الخدمات أو تحسين أداء الخدمات في المجتمعات المحلية. اليوم نحن نحتاج إلى تكافل بين المجتمع المحلي والإدارة المحلية. نحتاج إلى توثيق الشراكة، هذه الشراكة المجتمعية بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي لها ضوابط ولها أسس سنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة، وسيكون لنا حديث عنها. لكن باختصار شديد هي إسهام المواطنين أو الجماعات المحلية في تطوعاً لتقديم خدمات للمجلس البلدي لتسهيل الخدمات المحلية. نعم باش مهندس سلامة، في البداية يعني ما هو دور المجلس الأعلى في احتواء الأزمة بحكم أنكم عضو في لجنة التنسيق والتواصل؟
بالنسبة للمجلس الأعلى للمصالحة، طبعا يعتبر من الأجسام المنشأة حديثا، يعني في شهر 8 في 2016، باعتبار أن الأزمات تحدث حاليا، يعني خاصة في الوضع الراهن لليبيا. فالمجلس الأعلى للمصالحة جسم يحتوي الأزمة، يعني باحتواء الأزمة ووجود أرض مشتركة للفرقاء أو للمتخاصمين، سواء كان على الصعيد السياسي أو الأزمات الأخرى سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية. بالنسبة للمجلس الأعلى للمصالحة يعني له دور في حل المشاكل العالقة الآن في ليبيا، بالإضافة إلى الحراك اللي الآن قائم من المجلس الأعلى للمصالحة بخصوص الحوار السياسي القائم الآن في منطقة شخرة، واللي إن شاء الله يكون فيه جني ثمار قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله. يعني سيد أشرف، يعني دعنا نتحدث على المركز الليبي لإدارة الأزمات وماذا قدم هذا المركز؟ في البداية، المركز الليبي لإدارة الأزمات هو مؤسسة استشارية غير ربحية تم تأسيسها من حوالي سنتين تقريبا. هو الآن نسعى لأن يتخذ الصبغة القانونية بأن يكون مركز يتبع المؤسسات الرسمية للدولة، هدفه تقديم استشارات ودعم الإدارات المحلية. أيضا من أهدافه الرئيسية خلق إدارة سباقة لإدارة الأزمة، وليست إدارة تنتظر حدوث الأزمة حتى تباشر في حلها كما يحدث الآن. المركز يعني قمنا به مجموعة من المهندسين والاستشاريين المهتمين بإدارة الأزمة وشكلوا هذا المركز. على مدار سنتين فاتن قدمنا العديد من ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالإدارات المحلية وتطوير العمل الإداري في الإدارات المحلية. قدمنا دورات في إدارة الأزمات الطبية، قدمنا دورات في إدارة التخطيط الاستراتيجي، قدمنا دورات في الإدارة المحلية والحكم الرشيد، قدمنا دورات لرأب الصدع ومعالجة المشاكل داخل الأجسام الإدارية. أيضا قدمنا دورات متعددة كلها تصب في إدارة الأزمات والكوارث. المركز حديث يبدأ عمله حاليا في تقديم الاستشارات والتدريب وتحليل المشاكل ووضع تصورات لحلول وتوقع لحدوث مشاكل ناتجة من مشاكل، يعني هناك أزمات وهناك أزمات تأتي من أزمات أخرى. سيدة سلامة، يعني أنتم كنتم من ضمن الوفد الموجود في شخرة لحل الأزمة ربما السياسية التي تتبعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. حدثني على هذه المشاركة أنتم كلجنة مصالحة يعني أو كمجلس أعلى للمصالحة. بالنسبة للحوارية والجلسة اللي صارت في منطقة شخرة، باعتبار أن المجلس الأعلى للمصالحة يعني قائم بمجهود كبير جدا، يعني منذ فترة يحاول التواصل والاتصال بجميع الفرقاء الموجودين في الساحة السياسية الليبية، خاصة أن الأمر صعب جدا باعتبار أن الفرقاء الموجودين في ليبيا لديهم نوع من التعنت وعدم الجلوس مع البعض، فكان فيه مجهود كبير جدا من المجلس الأعلى للمصالحة اللي على رأسه الأستاذ محمد الهوش، وخاصة خلال الفترة السابقة يعني، وتوصل إلى أن يتم جلوس الفرقاء على طاولة واحدة في منطقة تعتبر من مناطق الآمنة واللي داخل الوطن، يعني داخل ليبيا في منطقة شخرة. والحقيقة أن وصول المجلس لهذه المرحلة وهي أن تجلس جميع الفرقاء على طاولة واحدة، هذا نعتبره إنجاز بالنسبة للمجلس الأعلى للمصالحة. وخاصة في مسألة الحوار الداخلي في ليبيا، يعني بعيدا عن التأثيرات الخارجية أو الخروج. طيب يعني سيد سلام، يعني كيف كان الحديث حول يعني رأب الصدع، حل الخلافات حتى بين القبائل وبين المجتمعات في داخل الوطن؟ يعني
منها يعني الاقتصاديه. على سبيل المثال يعني في الاونه الاخيره قبل جلسه الحواريه الثانيه في منطقه شخره، نعم، يعني كان فيه مشكله الزاويه الحادثه في منطقه الزاويه العنقاء، كان فيه يعني صراع مسلح. الدور الكبير اللي قام به المجلس الاعلى للمصالحه انه وصل الحل، انه يتم ايقاف اطلاق النار والوصول الى حل يرضي الاطراف، مما ادى الى يعني الكف من سفك الدماء وقتال الليبيين داخل مدينه الزاويه، وهذا كان له دور كبير المجلس الاعلى للمصالحه. هذه من ضمن الاشياء الاجتماعيه اللي قام بها المجلس الاعلى قبل حواريه الشخره 2 يعني. ف طيب. نعم نعم. بس مهندس اشرف، يعني اعتقد ان المركز الليبي لاداره الازمات وضع خطه لرأب الصدع ما بين قبيلتي زوية واعتقد التبو. والتبو، نعم. طبعا هذه المساله حساسه جدا، لكن سنتطرق اليها باختصار شديد. نحن نعلم ان التركيبه الاجتماعيه في 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 ليبيا هي اساس تكوين الامه الليبيه. نعم. الامه الليبيه مكونه من 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 خليط وفسيفساء جميله جدا. بعد الثورة حدث هناك تصدع في هذه في هذا النسيج الاجتماعي، هو أصلا نتاج لتراكمات سابقة. نعم. يعني تراكم لأزمة لم يتم حلها بطريقة صحيحة، أدى إلى أن هذه الأزمة تتوالد وتتكاثر وتصبح ما هي عليه الآن. قررنا نحن في المركز الليبي لإدارة الأزمات تقديم مبادرة لحل الأزمة بشكل نهائي في مدينة الكفرة. هذه الأزمة، هذه المبادرة، نعم، مثل المبادرة التي قدمت من 300 سنة بين التبو والتوارق وظلت صامدة حتى يعني سنوات قريبة. هذه المبادرة تتلخص في أن حل الأزمة في الكفرة هو يجب أن يأتي من أهل الكفرة أنفسهم. أخوتنا التبو، أخوتنا الزوية، يجب أن يجلسوا مع بعض. إلى متى هذا الصراع؟ إلى متى هذا الاستمرار في الاستنزاف؟ طيب، النقاط الجوهرية التي وضعتها أو التي وضعها المركز الليبي لإدارة الأزمات. طبعا نحن وجدنا ترحيب كبير جدا من الأخوة في التبو والأخوة الزوية في منطقة الكفرة، بل بادر حتى ليكون صريح، بادر حتى بعض رجال الأعمال في الكفرة إلى دعم هذه المبادرة ماديا بحيث أنها تنجح. الكل طاله الأذى في مدينة الكفرة، الكل تأثر في فترة الصراع اللي دارت بين المتصارعين وأدى إلى تدخل أطراف أخرى زادت الطينة بلة. الحل يكمن في جلوس الطرفين مع بعضهم، هذا أول باب. ثاني شيء، سيكون هناك اجتماعات لوضع أسس للمصالحة النهائية بخروج وثيقة يعني وثيقة صلح، يعني وثيقة صلح تستمر إلى فترة طويلة بين المتصارعين. وأعتقد أن نحن الآن يعني وصلنا إلى نقطة جيدة جدا في هذا الشأن، وقريبا سنبدأ في أول ورشة عمل ستستهدف مجموعة من الأخوة التبو ومجموعة من الأخوة من شباب زوية في أن يبدأوا في نسج الملامح الخاصة بهذه الوثيقة التي نتمنى دعمها من الجهات العامة. طيب، هل هناك قبول من الـ 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 الطرفين، يعني هل سواء من قبائل الزوية أو التبو؟ شوف، المتضرر من هذه الأحداث هما الطرفان. نعم. ليس هناك طرف رابح في المدينة. في فترة من الفترات نتيجة الصراع أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة الكفرة، الناس جاعت، لم تصل مواد التموين، الكل تأثر، انقطعت الكهرباء، انقطعت الاتصالات، المطار معطل من حوالي 3 سنوات الآن، المطار معطل، الناس تعبت. فاللي بادر بهذه، اللي أكون صادقا، اللي بادر هم مجموعة من شباب التبو ومجموعة من شباب الزوية لحل هذه الأزمة. يجب أن تنتهي هذه الأزمة، قالوها بصريح العبارة. كيف؟ هم من سيحدد. اللي ساير في ليبيا أن أغلب الأزمات عندما تشكل مفتعلة. لجنة هناك أزمات مفتعلة، يعني هو في هذه الحالة هي ليست أزمة مفتعلة، هي أزمة ناتجة من تراكم مجموعة من الأزمات، لكن تشكل لجنة لحل هذه الأزمة تأتي بحلول خارجية.
نحن نريد أن يأتي الحل من داخل الكفرة نفسها. هم أدرى أهل الكفرة أدرى بشعابها، هم أدرى بما يليق بهم، هم أدرى بما مصلحتهم في استمرار الصراع أو إنهاء الصراع، وهذا ما نسعى إليه. قريبا بإذن الله تعالى سيكون هناك أول ورشة عمل لرأب الصدع داخل مدينة الكفرة في مدينة جالو، الذين رحبوا مشكورين، يعني المجلس البلدي رحب، أيضا المؤسسات المجتمع المدني، تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني في المدينة رحبت ووافقت على دعم هذه المبادرة. أيضا لدينا مجموعات من تبو مرزق وتبو أباري وافقوا ودعموا، أخوة من شباب زوية في مدينة جدابية ومن مدينة الكفرة، أهلنا وأخوتنا في الواحات بشكل عام داعمين هذه المبادرة. ننتظر أيضا أن يأتينا الدعم من الجهات الرسمية في الدولة، الدعم لتأسيس وضع أمني جديد في مدينة كفرة، لأن مدينة كفرة مهمة جدا جدا جدا، وهي ظهر للساحل بالكامل. طيب أنتقل للسيد سلامة. مهندس سلامة، يعني كيف تعمل لجنة المصالحة الوطنية أو لجنة المصالحة أو المجلس الأعلى عفوا للمصالحة الوطنية في ظل هذه الظروف يعني وفي ظل هذه الأزمات؟ خاصة في الظروف الحالية في ليبيا، ظروف صعبة جدا، سواء كان عبرية التنقل من مدينة إلى مدينة أو عبر الاتصال بالفرقاء. فالمجلس الأعلى للمصالحة يعني بذل جهد كبير جدا من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة على الأرض. يعني نعطي على سبيل المثال، يعني كان يوجد صعوبات جدا في عملية التنقل للمجلس الأعلى للمصالحة للوصول إلى الأطراف السياسية المتخاصمة في ليبيا. على سبيل المثال يعني في وصولهم إلى المجلس النواب، إلى المجلس الرئاسي، إلى المجلس الأعلى، إلى المؤتمر الوطني، كان في اتصال كثيف ومعمق من أجل جلوس هؤلاء المتخاصمين على رقعة جغرافية واحدة أو على طاولة واحدة من أجل حلحلة هذه المشاكل والوصول إلى حل يرضي الشارع الليبي أو يرضي المشاهد الليبي. المواطن الليبي الآن يعني أصبح يتقذفه الساسة وكأن المجتمع الليبي غير موجود. يعني المشاكل اللي نقع فيها الآن، سواء كان الظروف اليومية اللي نحن نعيش فيها الآن، أصبحت مشاكل عديدة. فيعني جلوس الفرقاء هذا يعني أقل شيء يعطى بصيص أمل إن الحوار الليبي هو الحل الأمثل والأصح من أجل يعني الوصول بليبيا إلى بر الأمان. فيه نقطة ممكن نتطرق لها، هي موضوع الكفرة يا سيد حمدي. الموضوع الكفرة كان عندنا نحن رئيس اللجنة التنسيقية للتواصل المجتمعي الخاصة بالمجلس الأعلى للمصالحة هو الدكتور محمد الشريف البرعصي، يعني هذا رئيس اللجنة التنسيقية اللي أنا عضو فيها. يعني لما نشوف أنا عطاء هذا الشخص إن أخذ أهله وسكان في الكفرة لمدة سنة من أجل إصلاح ذات البين. يعني الحقيقة يعني لما أنا عايشت الشيء اللي قام به الدكتور محمد شريف، صراحة يعني نعتبره من الرجال اللي يشتغلوا خلف الكواليس. يعني سنة بأكملها قابع في الكفرة بأهله وأبنائه من أجل حل مشاكل ما بين إخوة في الكفرة اللي هم قبيلة زوية وتبو، وكان له دور كبير موجود صراحة. يعني أحييه في هذا المساء، وإن شاء الله يعني حيكون هو موجود معكم على هذه القناة لإعطاء الصورة واضحة وجلية. رحبوا بنا. للجنة التنسيقية للتواصل المجتمعي في المجلس الأعلى للمصالحة يعني. نعم. طيب سأنتقل أو بعد قليل ستكون معي سيدة عائشة العقوري، عضو لجنة أو مقرر لجنة الأزمة بمجلس النواب، أو هي الآن معي على الهاتف. أهلا وسهلا بك سيدة عائشة. أهلا وسهلا بك سيدة عائشة. يعني أنتم كلجنة أزمة بمجلس النواب، يعني كيف تديرون هذه اللجنة؟ في البداية اسمح لي أن أرحب بضيوفك الأعزاء. الحقيقة الضيوف اللي معك اليوم في الحلقة هم أعزاء علينا جميعا، لأن نشاطاتهم كثيرة وغنيين عن التعريف.
وأنا التقيت بهم في أكثر من لقاء، سواء على فائدة الدكتور أو المرأة أو الأزمات. حقيقة نشاطاتهم واسعة وممتازة. طبعا كيف نديروا نحن الأزمة؟ يعني أنت لما تحكي عن الأزمة يعني حقيقة هي واسعة ومتعددة ومتنوعة. يعني عندنا أزمة نازحين، عندنا أزمة مصالحة وطنية، عندنا أزمة سيولة، عندنا أزمة مواد تموينية، عندنا يعني الحقيقة البلاد كلها مليانة أزمات. يعني لما تبي تحكي عن الأزمة فتبدأ تحدد بالضبط الأزمة بتاعك شنو. فالإخوان اللي تحكي معاهم الآن هم يتحدثون عن المصالحة، والمصالحة طبعا مجالها واسع وعدم يعني نجاحها كان له أسباب عديدة وأزمة وأزمات سببت أزمة. مثلا لو جينا أن المصالحة ليش ما تمش نجاحها حتى الآن، لو نشوف بعد نلقوا أن فيها تراكمات كثيرة، اللي هي مثلا على سبيل المثال ما نحن ما زلنا الليبيين ما نش حتى متفقين حتى على معنى المصالحة شنو. يعني في ناس لما تقول لها مصالحة يعتبر أن الماضي كله انتهى وتعال نبدأ وياك صفحة جديدة، ما يعتبرش أن في مثلا قضاء وفي جبر ضرر وفيها رد المظالم وفيها يعني أمور لازم هي تدار قبل الأزمة، يعني العدالة الانتقالية قبل وبعدين بنحكوا على المصالحة. الحاجة الثانية أن نحن الحقيقة أن أجسام المصالحة كثرت، ونحن بالذات في مجلس النواب تشتتنا مع الأجسام هذه. يعني تلقى المجتمع المدني عنده أجسام معينة من أجل المصالحة، تلقى النشطاء والسياسيين عندهم أجسام، حتى هم الشيوخ والحكماء والأعيان دارين أجسام. يعني لو أن مثلا توحدت الأجسام هذه كلها وحاولت أن هي تشتغل مع بعضها ودارين برنامج واحد، تهيالي أنا الحل حيكون قريب جدا. لكن لو نحن جينا عدة مبادرات وكل واحد يشتغل يعني في اتجاه معين يختلف عن الثاني. طيب يعني سيدة عائشة، يعني حتى نستفيد من الوقت، ما هو دور لجنة المصالحة ما بين قضاء يعني أفراد؟ نعم. يعني الحقيقة لو قلنا إذا كنت في الاستماع سيدة عائشة، يعني هي تسعى من أجل هدف واحد اللي هو هدف المسلمين كله، وهو أهم ملف مطروح الآن على الساحة الليبية. طيب اللي هو ملف المصالحة الوطنية، حيعطينا نتائج أفضل ويفضل حل في أسرع وقت ممكن. سيدة عائشة إذا كنت في الاستماع. أيوة معك. يعني ما هو دور لجنة الأزمة في حل الأزمة الحالية؟ دور لجنة الأزمة. نعم. وأنا قلت لك أنت أن أي أزمة تتحدث عن المصالحة ولا عن أزمات الأخرى المتراكمة، عندنا عدة أزمات. نحن ما تقول أزمة في البداية حدثيني على أزمة غاز الطاهي اللي كانت يعني أو عمل عليها مجلس النواب أكثر من مرة، وكان فيه يعني له دور كبير في إنهاء هذه الأزمة. حدثيني على هذه الأزمة وكيف تم إنهائها، أو هل هي ما زالت قائمة إلى الآن؟ طبعا أزمة غاز الطهي طبعا هي لها عدة أسباب، يعني من بداية ممكن من مدة سنة ونصف فاتن وهي أزمة غاز الطهي موجودة معنا، عندها عدة أسباب. أول حاجة طبعا اللي عارف من هذا الغاز يفكر اللي هو كيف طبعا يجي عن غاز الطاهي من راس ملوف ومن جهات أخرى لمدينة بنغازي، والميناء الآن يفكر فقعدت الزحمة والثقل كله على ميناء طبرق، وميناء طبرق أصلا صغير وحتى عملية تبديل المادة فيه يعني صعبة شوية، وكذلك إن عملية الترانسفير اللي هي عملية نقل المعدات هذه أو حتى كمية الغاز في الفعاريج صعبة من طبرق لعند بنغازي، حتى الشركات اللي هي تقوم بالنقل قاعدة تستخدم في خسارة. يعني هم دائما يشكوا ويقدموا في تقارير إن هم قاعدوا يشتغلوا بخسارة وإن هم ما عادش بيشتغلوا. فالأزمة كانت سببها الحرب وقفال الميناء وكذلك قفال محطات الوقود. فيعني أزمات سببا أزمة، عرفتم؟ نعم. فانحلت لفترة بسيطة هكاهي، خصوصا الفترة اللي فاتت وتوفيره، وزيد على ذلك يعني ما اسمح لي في الكلمة عزيزي أن حتى المواطن شارك في عملية الأزمة، قد أن اسطوانات الغاز تختفى من مخازن بتاع الشركات اللي هي شركات التوزيع وتباع في الشوارع. نعم. لما احنا نجو مثلا للسيد اللي مثلا شركة البريقة نقول له شنو سبب أزمة الغاز؟ مش الغاز ما يوصلش للمناطق البعيدة اللي هي بنغازي وجدادية وكذا، يقول أنا الاسطوانات اختفت. يعني الاسطوانات كيف جالس يتاجر بيها وتبيع فيها ب 200 و280 دينار على الطريق، يعني الظاهرة هذه ما كانتش فيه زمان قبل الثورة، يعني فظاهرة جديدة خصوصا في سنتين فاتن. نعم. وزيادة على ذلك قفال الميناء وعملية النقل من طبرق قعدت تقل كلها مثلا عمدين. طيب أخيرا سيدة عائشة، يعني كيف تم حل حتى أزمة السيولة؟ بالنسبة بشكل مختصر يعني حتى نستفيد من الوقت. احنا عندنا أزمات واجد على السيولة. نعم نعم تفضلي.
السيولة طبعا، السيولة أول حاجة طبعت الكمية المعينة اللي هي الجميع يعرفها، العملة الجديدة هذه هي خفضت شوية لمدة شهرين أو ثلاثة وبعدين زادت الأزمة من جديد. نعم. الحاجة الثانية، في مثلا أحكي لك على سبيل المثال مدينة طبرق. مدينة طبرق تجار الأعمال، رجال الأعمال والتجار اللي فيها تعاونوا مع المصارف ويجيبوا في مبالغ للمصرف ويقسموا فيه على الناس، يعني تعاون من التجار إن هم يجوا يديروا إيداع، عرفت؟ يا ريت في كل مدينة يديروها. فلو ان كل مدينه تجارها ورجال اعمالها يجوا يودعوا مبالغ بحيث انها تحرك السيوله شويه، حتى ولو 500 دينار في كل جايه للزبون للمصرف ياخذ حتى 500 دينار يحل بين ازمه كم يوم، يعني هذا يعتبر تعاون منهم ويعني عمل خيري، عرفتوا؟ قد نعم. هو يقوم باحتفاظ بأموال داخل بيته او داخل مكان مقر معين خارج المصرف، يقوم بإيداعها، يعني حتى لما تكون في ازمه كبيره كبيره المصرف بعد كم طيب يوم. سيده عائشه، يعني ختاما، ما هي النقاط الجوهرية التي أو الأزمات التي قام مجلس النواب بحلها؟ والله حقيقة أنا بالنسبة لي أنا كمقرر في لجنة الأزمة، اللجنة هذه طبعا تم إنشائها في بداية مجلس النواب قبل حتى حكومة السنين ما يتم أعطائها الثقة، واشتغلنا في عدة مجالات لدرجة جبنا حتى أدوية من الخارج. لجنة الأزمة اشتغلت حتى على الأدوية قبل ما تجي الحكومة، يعني إحنا يعني نحن صدر فينا قرار قبل ما تقريبا شهر 10 او شهر 11 2014 اللي هو تم اعطاء الثقه للحكومه، فاشتغلنا في عده اشياء، يعني حتى جلب الادويه المواد الغذائيه، طلعوا مثلا في الجرحى خارج ليبيا بحيث ان هم يتعالجوا خارج ليبيا. فيعني يعني لازم الازمه اشتغلت كذلك، اشتغلت على النازحين، يعني نحن اشتغلنا على النازحين، قعدنا لدرجه ان نحن ناخذ من رجال الاعمال في مبالغ ونوزع فين على النازحين، توفير بعض المواد الغذائيه اللي هم عن طريق المنظمات. طيب. وصلت فكره سيده عائشه العقوري، شكرا سيدة عائشة العقوري مقرر لجنة الأزمة بمجلس النواب. باشمهندس إذا كان عندك أي تعليق على هو طبعا نحيي الباشمهندسة وهي صديقتنا وأختنا، لكن أنا بنعلق على بعض الأمور اللي وردت في كلامها فيما يخص ليش نحن قعدنا تحدثنا على المصالحة. المصالحة وليش الناس كل يوم كيف ما قالت كل يوم طالع جسم جديد لحل المشكلة، لأن السلطات عاجزة عن الأداء العمل، فالناس بدأت تبادر. لو السلطات العامة اللي تولت مسؤوليتها وقسمت اليمين أمام الشعب أن تحافظ على سيادة الدولة كمجلس النواب، كمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وغيره 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 واللي قبل المؤتمر، الناس ما كانتش بادرت، ما كانتش كانت. لو أنت أديت عملك راهو أنا ما طلعتش ما تحركتش، لكن أنا أنشوف الأخوة يتقاتلوا ونقعد ساكت وقعد قاعد، أنا لازم نبادر، لازم نقدم شيء. في شيء آخر فيما يخص غاز الطهي، البشمهندس تكلمت أنها شكلوا لجنة، لكن إلى الآن ما قالتش أي أزمة انحلت، ما فيش ولا أزمة من الأزمات انحلت. غاز الطهي مازال موجود الأزمة، قاعد يباع في الشارع، شنو أسبابه؟ لأن تمت تعالج القشور ولا تعالج الجذور بتاعت الأزمة. أزمة السيولة إلى الآن قائمة. الآن على سبيل المثال المصرف ليبيا المركزي البيضاء طبع 4 مليار دينار ليبي وبدأت تغذية المصارف تدريجيا. خلينا نحسبوها بطريقة بسيطة جدا، عدد الموظفين في الدولة الليبية 1,700,000 موظف. لو افترضنا جدلا أن كل موظف يتقاضى في 500 دينار شهري، إذا المبلغ الإجمالي أنت محتاج 5,100,000,000 لتغذية مرتبات 5 شهور فقط. يعني بالله عليك خليها بالعقل لك، انت باش انا نمشي للمصرف ناخذ المرتب متاعي كامل، انت محتاج 5 مليار تضخ مره واحده في المصرف تكون الموجوده. الان عدل المصارف ما فيش سيوله، 28 مليار خارج منظومه المصرفيه، وهذا ما ذكر المصرف ونقص السيوله بشكل مستمر. بالضبط، وين تمشي السيوله؟ السيوله دي تطلع من المصرف وين تمشي؟ ما عادش ترد للمصرف وانت تطلع مره ثانيه، معناها قيمه الدينار بدات تنخفض. الحلول هذه حلول تلفيقيه ليست حلول فعلا تعمق الازمه. بالضبط، انت الان تساهم في خفض قيمه الدينار. حل من الحلول اللي تكلمت عليه الباشمهندسة انهم ياخذوا اموال من رجال الاعمال ويعطوها للنازحين. بالله عليك انت لجنه ازمه، انتم هذه لجنه ازمه، هذا دورها، دوركم انكم انت تخترعوا حلول حقيقيه وليست حلول تلفيقيه يتم تشريحها ومن ثم تنفيذها. بالضبط، انتم دور والحكومه تنفذ هذه القرارات. يعني الناس ضاقت، الناس تعبت. اليوم إن لم تكن الدوله يعني تتطلع بمسؤولياتها الناس حتخرج عليها في الغد. نعم. الناس خلاص فقدت الثقه في الدوله.
طيب أنتقل للسيد سلامة، تعليقك على ما قرأته السيدة عائشة العقوري. في جزئية هي عرجت عليها، وهذا من ما يتم العمل عليه في الأيام القادمة، الخاص باللجنة التنسيقية للتواصل المجتمعي للمجلس الأعلى للمصالحة. نعم. وهي تجميع جميع أو بوتقة الأجسام الموجودة الآن في كائتلاف، يعني كجسم واحد في عملية المصالحة، سواء كان من حكماء أو أعيان أو رجال قبائل أو كذا. فيه الأجسام اللي تحكي عليه أن السيدة عائشة طلقت، لأن فعلا يعني نحن عندنا تشتت في برنامج الأجسام هذين، نحاول أن نحن نخلق جسم واحد ويشكل جميع الأجسام هذين في جسم واحد، يسمى مثلا مجلس الحكماء أو مجلس الأعلى للمصالحة أو للأعيان، في جسم واحد، بحيث أن نقدروا نخفوا العبء علي أي جسم من الأجسام الأخرى. يعني نتواصلوا، يقبل فيه تواصل مباشر مع الفرقاء أو مع المشاكل الاجتماعية اللي تصير ما بين القبائل. نعم. طيب سيد أشرف، يعني عدد لي أو ما هي الخطة المستقبلية للمركز الليبي لإدارة الأزمات لحل هذه الأزمات؟ عدد لي في نقاط. أولا نحن نقدم استشارات. نعم. فقط على سبيل المثال، نحن ملخص ما يجب أن يتم من لحلحلة هذه الأزمات في ليبيا. نعم. ليبيا الآن مقسمة، خلينا نكون واضحين، شرق غرب شمال جنوب، البلاد مقسمة سواء شئنا أم أبينا، هناك حكومة في الشرق، هناك حكومة في الغرب، هناك مصرف مركزي في الشرق، هناك مصرف مركزي في الغرب، هناك مجلس تشريعي في الشرق أيضا كذلك، هناك اعتراف دولي في الشرق، هناك اعتراف دولي في الغرب، هناك دول تدعم الشرق، هناك دول تدعم الغرب. خلينا نكون واضحين، وكأن هناك رسالة لتقسيم، عدم هو ليست رسالة عدم تقسيم، كانوا يبغوا يقسموها قسموها من زمان بدون ما يرجعونا، لكن هو مطالبة باستمرار الوضع على ما هو عليه. الاستراتيجية اللي يجب أن تتبع الآن هي استراتيجية تفتيت الأزمات. نحن لا نستطيع أن يعمل جسم رسمي في الدولة على كل ليبيا الآن. كلمة أخيرة، أنا أتمنى أن تكون الجهات العامة تطلع بمسؤولياتها حتى لا يكون لنا دور في المستقبل. سيد سلامة، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أن نتمنى أن جميع الفرقاء، سواء كان المجلس الرئاسي أو المؤتمر الوطني أو البرلمان أو المجلس الأعلى الاستشاري. نعم. سواء كان في طرابلس أو في بنغازي، الجلوس على طاولة الحوار والتواصل المجتمعي لحل مشاكل ليبيا في داخل ليبيا وعلى أرض ليبيا، وبمساعدة أو شراكة ليبية تكون أفضل للمواطن الليبي. يعني وفي نقطة أخرى نشير لها، أن لجنة التنسيق والتواصل ساعية الآن في إقامة اجتماع تحضيري كبير جدا للعديد من الشخصيات. نعم. من الله في القريب القادم في بلدية قمينس بإذن الله. موفقين إن شاء الله. بارك الله. شكرا للمهندس أشرف القطعاني، مستشار في إدارة الأزمات بالمركز الليبي لإدارة الأزمات. أيضا شكر موصول لك مهندس سلامة حبيلي، عضو لجنة التنسيق والتواصل بالمجلس الأعلى للمصالحة، وشكر أيضا للسيدة عائشة العقوري، مقرر لجنة الأزمة بمجلس النواب. تمنيت أن يكون هناك وقت كافي حتى نتحدث على الأزمة بشكل دقيق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن تنتهي الأزمة بشكل سريع. شكرا لكم وإلى اللقاء.